بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب صل على النبي مسلما واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا. يا رب صل على طه وعترته مسلما وأنلنا منك رضوانا، واجعل خواتمنا خيرا وكلمتنا عند الممات بك اللهم إيمانا. اللهم أمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا في الفقرة الأسبوعية من نوابغ مصرية. النهاردة رحنا بعيد شوية، رحنا لغاية سوهاج وجبنا قمر من أقمار القرآن الكريم في محافظة سوهاج، ابن الأزهر الشريف الشيخ عبد الحميد الهلاوي، صغير السن كبير المقام، في الصف الأول الإعداد الأزهري، عمره 14 سنة. كنت أحبه قبل أن أراه، فلما رأيته زاد حبي له، لأن الله أكرمه برؤية رسول الله. أهلا وسهلا بك شيخ عبد الحميد. أهلا وسهلا يا مولانا، تشرفنا، منور الدنيا ومنور قناة المحور. نورك يا سيدنا، والله يزيدني الشرف. والله ربنا يزيدك قبول يا حبيبي ببركة القرآن. اللهم آمين يا مولانا. انت حفظت القرآن وانت عندك كم سنة يا شيخ عبد الحميد؟ حضرتك اول قصة يعني ختمته الحمد لله وبراجع. بتراجع دلوقتي؟ الحمد لله. انت في اولى اعدادي؟ اولى اعدادي ازهر، في الازهر الشريف. نعم. ما شاء الله عليك يا شيخ عبد الحميد، بارك الله فيك مولانا. امتى اكتشفت ان انت صوتك حلو، او والدتك اكتشفت ازاي ان انت صوتك حلو في القرآن؟ أنا أولا أمي ربنا يديها الصحة وطولة العمر، ربنا يبارك فيها، اكتشفت إن أنا من أهل القرآن. من أنا وسني عندي 3 سنين حفظت المعززين وقل هو الله أحد كلهم، فعرفت إن أنا من أهل القرآن. وأنا كنت يعني بجمع مقاطع على الهاتف وبسمع للقراء، وكن حلم حياتي إن أكون يعني قارئ كبير مثل مشايخنا العظماء رحمة الله عليهم، مثل فضيلة الشيخ محمد صديق. ولكن أمي ربنا يديها الصحة وطولة العمر شجعتني وعلى ألا أخاف، وكانت تسجل لي مقاطع فيديو وأسمع المشايخ وأقلدهم، والحمد لله لغاية ما وصلت لنا فيه. هتخاف من مين وانت معاك القرآن؟ من أكرمه الله بالقرآن فقد أكرمه بكل شيء. إن لله أهلين من الناس، فبيسألوا سيدنا النبي من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن، أهل الله وخصته. بالمناسبة الشيخ عبد الحميد بيقلد 17 قارئ من القراء الكبار في القرآن الكريم. الأول هنسمع مقطع كده بصوتك يا شيخ عبد الحميد، وبعدين إيه نسمع بقى تقليد القراء المشاهير. حاضر مولانا. اكتشفت أمي أنا كنت بدندن في القرآن، راحت شجعتني. والدتك اكتشفتك وانت بدندن؟ كنت بدندن مع نفسي أنا قرآن، فاكتشف إن أنا وشجعتني. طيب يلا نسمع ماشي. بقى بصوتك أنت الأول. حاضر مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله، زال كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين، أرحم يا رب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الإنسان بالشر دعاءه عليك يا شيخ عبد الحميد. وجعلنا الليل والنهار آيتين. يا سلام. فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين المقرين. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الحميد. ايه الجمال والحلاوة دي؟ ربنا يبارك فيك ويحفظك يا ابني يا رب. امين يا رب العالمين. علم ابنك القران وما تخافش عليه من حاجه ابدا، القران هيعلمه كل حاجه وربنا هيحفظه ببركه القران. شوفوا النماذج، نماذج مضيئه في مصر، مصر مليئه بالنوابغ. هنروح فاصل ونيجي بعد الفاصل تسمعوا المفاجاه من الشيخ عبد الحميد بيقلد 17 قارئ للقران الكريم. خليكم معانا وصلوا على الحبيب. صلى الله عليه. بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. ولسه معانا الشيخ عبد الحميد الهلاوي. أهلا بك يا سيدنا الشيخ عبد الحميد. أهلا بك يا فضيلة الشيخ. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. فيك. سيدنا النبي جميل يا شيخ عبد الحميد صلى الله عليه وسلم. شكله إيه سيدنا النبي؟ هو قلت لي إن أنت شفت سيدنا النبي. مواصفاته كثيرة صلى الله عليه وسلم. لا مواصفاته جميلة صلى الله عليه وسلم وأرسله الله. قال لك إيه لما شفته سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك أول رؤية ذهبت فوجدته في الحج بيت الله الحرام. ما شاء الله. فرأيته يقرأ في كتاب الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فقلت له من أنت؟ قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. الله، شفت شكله وش سيدنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم. آه. فنظر إلي متبسما ووضع كفه الشريفة على صدري وقال لي أذكر الله كثيرا وصلي عليه كثيرا، والدليل في كتاب الله عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. كان عندك كم سنة؟ كان عندي حوالي 8 سنين. ما شاء الله، ربنا يديم عليك يا ابن رؤية سيدنا الله النبي فيك مولانا. ويرزقنا ويرزق كل مشتاق رؤية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وسلم. قلت لي يا شيخ حميد انت بتقلد القراء. أيوة. نبدأ بالشيخ المنشاوي. حاضر يا حبيبك بقى وبلدياتك. حبيب. هل. حاضر يا مولانا. ايوه ماشي. قل لئن
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. في أكتر من تلاوة ما شاء الله. طيب مين تاني غير الشيخ اللي من شاو بتقلد مين تاني؟ ده فضيلة الشيخ رحمه الله عبد الباسط وفضيلة الشيخ مصطفى اسماعيل والحصري وغيرهم من كبار. طب ناخد حاجة للشيخ عبد الباسط كده. حاضر مولانا. تلاوة ولا ترتيل؟ تلاوة. تجويد ولا ترتيل؟ تجويد. تيال يا الله الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كأنه هو، كأنه الشيخ عباسط. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الحميد. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما شاء الله. شوفوا بركات القرآن. يعني مدرسة الشيخ المنشاوي موجودة لسه، ومدرسة الشيخ عبد الباسط بيقلد الشيخ المنشاوي وبيقلد الشيخ عبد الباسط. ربنا يبارك فيه ويجعل أولادنا من أهل القرآن. اللهم آمين. وأسأل الله ألا يقطع القرآن من بيوتنا. الشيخ عبد الحميد مع التلاوة أيضا عنده هواية الإنشاد ومدح سيدنا النبي. خليكم معانا، أروح فاصل وارجع تاني. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لكم تاني ولسه معانا هذه الموهبة المباركة وهذا الابن النابغ من أبناء الأزهر الشريف الشيخ عبد الحميد. رجل يعني كالقراء الكبار. أنا هقول رجل مش هقول طفل، كالقراء الكبار. ويكفي أنه تحت أنظار سيدنا رسول الله. كان الشاعر بيقول زمان: عينا رأت خير الورى فتمتعت. يعني أنا وأنا قاعد دلوقتي أبص للشيخ عبد الحميد وعينه رأت سيد الخلق، فأنا أتمتع بالنظر إلى من نظر إلى النبي. الشيخ عبد الحميد بيمدح سيدنا النبي، وإحنا في رجب هيسمعنا: يا آمنة بشراك، سبحان من أعطاك، بحملك بمحمد رب السماء هناك. يلا يا شيخ عبد الحميد. تقول يا آمنة بنت وهب، حملك فرح، طلعه فرح، فاستبشري بقدوم الطاهر الزاني. يا آمنة بشراك، سبحان من أعطاك، يا آمنة بشراك، سبحان من أعطاك، بحملك لمحمد رب السماء هدناك، بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب، بالمصطفى سعدك وجب لما حملت في رجب،
وما ترى من غتاب هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور من غباني هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاءك بالهنا يا أمينة نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أباك شوال شهر رابع والنور من غساطع ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك ذو الحجة سادس شهر يا آمنة يا سعدي الله يجمع شملك لسيد الوفاك ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عفا هذا نبي زاكي صلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. حضرتك سيدنا قلت مقطع من عش الوقت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم أذن لأعيننا أن تجتمع بسيدنا رسول الله اجمعنا به دنيا وأخرى يقظة ومنامة جسدا وروحا حسا ومعنى. اللهم أمين. شوفوا القرآن وأنوار القرآن وبركات القرآن ظهر على ابننا عبد الحميد ربنا يبارك فيه. وأنا يعني أرسل رسالة يعني تقدير واحترام وتبجيل لوالدته التي قامت على تربيته هذه المرأة المباركة. أسأل الله أن يجعل ولدها في ميزان حسناتها وأن يجعله قرة عين لها. اللهم أمين. بنحيي والدتك الشيخ عبد الحميد على تعبها معاك وربنا يبارك لها ويبارك لك فيها ويبارك لها فيك يا رب. عايز تقول يا شيخ عبد الحميد قبل ما نختم الحلقة توجه رسالة كده لكل أولادنا وبناتنا تقول لهم إيه؟ أولا أنا برحب بكم جميعا وبشكركم على المشاهدة واشكر فضيلة الشيخ ربنا يديله الصحة وطولة العمر على حسن استقباله واستماعه إلي. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. أولا القرآن جوهرة فإن تركتها تضيع منك. أنا الحمد لله ربنا كرمني ربنا أعطاني موهبة القرآن فلم أفرط فيها فاستمريت عليها فربنا وفقني والدليل واصطفني والدليل في القرآن الكريم من بعد بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ربنا اصطفاني والحمد لله وربنا يجعلكم من أهل القرآن جميعا وربنا يديكم الصحة وطولة العمر. لا تتركوا القرآن. قال من تركني يوما تركته أسبوع ومن تركني أسبوع تركته شهر ومن تركني شهر تركته سنة ومن تركني سنة تركته الدهر كله. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الحميد. ربنا يبارك فيك شرفتنا ونورتنا النهاردة يا شيخ عبد الحميد. بارك الله فيك يا مولانا. وربنا يحفظك ونشوفك عالم كبير وقارئ كبير إن شاء الله. يا رب. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة وأسأل الله ألا يقطع القرآن من بيوتنا وأن يكون ميراثا لنا في أولادنا وذرياتنا من بعدنا. اللهم أمين. أشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.